كنت خدام في البني وطحت من طروازيان تهرست مرجلية بجوج دابا هذا هو الثالث في السنين. درت العملية الأولى الحديد وما نجحش ليا ودابا 6 أشهر باش حيدتو عاود درت حديد آخر ثاني رجلية مهرس مرجلية بجوج. كنت خلص من عندهم ولكن دابا 7 أشهر جيت عند أكبر لاسورانس جيت عندهم مني كنمشي للإدارة الصغيرة كيقول لي سير الكبيرة ومني كنمشي للكبيرة كيقول لي سير الصغيرة. هما خلصوني 7 أشهر هذا وهذه بلادي وما كنبغيش حقي يمشي ليا في بلادي المغرب بلادي ما يدوش ليا حقي. من سوريا كنت خلص مع عندهم من قبل كنت خلص مع عندهم ولكن دابا 7 أشهر مني جيت عند المسؤول هز عليا كتافه يعني ما استقبلنيش المسؤول ما استقبلنيش باش غيعطيك وقت شنو خاصك. قلت له يا سيدي راه 5 أشهر ها داك 7 أشهر وشدوا شهرين وعطوني 5 أشهر وعطوني فلوس الدواء. كيقول لي وسير قال لي هز عليا كتافه قال لي وسير الإدارة الصغيرة كنمشي للإدارة الصغيرة كيقول لي وسير الكبيرة وهكاك مشات. بغيت نعرف علاش هاد الحكرة في هاد البلاد، علاش أي مسؤول في شي منصب كيحقر المواطن، علاش هاد المواطن كيتحقر علاش؟ علاش كيتحقر؟ هما من ظهرنا مين كيتخلصوا، بفلوسنا حنا مين كيتخلصوا. أنا بغيت حقي وفي بلادي وما يمشيش ليا حقي مهما كان النوع ديالو، ما يديش ليا الحق ديالي. الوسيط الإدارة الصغيرة، الإدارة الصغيرة ديال لاسوراس اللي تابعاهم هما. هادوك الناس علاش انا هذوك الناس ما كانش عندي المشكل. المشكل ما كاينش في الاداره الوسيط صغير، المشكل كاينه في الاداره الكبيره ديالهم. لاسورانس كبيره في كاين المشكل ما كاينش في الاداره اما الاداره الصغيره قايمه بخدمتها. المشكل كاين عند هاد الناس. الاداره الكبيره هي اللي فيها المشكل. كنت خلص انا 40000 ريال في الشهر دابا 7 اشهر و54000 ريال ديال الدواء راه فايته 1.5 مليون. يعني واش هاد الناس ما خليني انا علاش هاد الناس ما كيفكروش في ناس اخرين والعيد جاي؟ يولي مسكين ما عندوش باش يعيد فين يمشي؟ هو كيسال حقه ها؟ يبغي هو يبقى بلا عيد يبغي هو هادشي يبقى لو كان هو ما يتخلص شهرين غيوقف في الشارع ويدير رايه. وعلاش واحد اخر اللي ما كيحسوش بيه علاش؟ علاش ما كيحسوش بالمسكين علاش؟ ما عندك ما دير يعني انا خرجت للاعلان باش نغوت على حقي. انا كنطلب من المسؤولين اللي عنده شي ما يتدخل في تصحاب لاسورانس يديروا حل للناس لان الانسان ما عنده الصحه باش يخدم. اللي عنده صحته راه كيخدم يجيب باش يدير ولكن اللي ما عنده صحته فين يمشي؟ فين يمشي؟ كاين ناس مساكن ما انا راه مازال شويه راني نط واللي ما كاينوش فين يمشي؟ والعيد هذا العيد الكبير ما فكروش في هاد الناس راه غيعيدوا عندهم وليدات ها ولا انت في اداره كتخلص واحد يمشي يموت ما عندكش المشكل فيه ياك. كنقول لهم يعطوا الناس الحق ديالهم ما يعطوهمش من جيوبهم. اللي عنده شي حق يشدو اللي في شي منصب يقوم بالمسؤوليه ديالو. بركه من الحقره في هاد البلاد راه حنا ملينا من الحقره ديال هاد البلاد. راه حنا كنمشي مشينا لبلاد النصارى وحقك حقك وهنا عندنا حنا اللي في شي مسؤول في شي بلاصه كيبغي يحفظ على المواطن.